نروح من طبعا من كره اليد للكره المستديره. النادي الاهلي طبعا انتوا عارفين بيستعد بشكل قوي جدا لمباراه بكره امام حرس الحدود، لكن خلينا نتكلم على جزء مهم جدا قبل ما نتكلم على الماتش والتدريبات والنتائج. نتكلم على نقطه مهمه جدا، النقطه تاني اللي هتكلم فيها وافضل اتكلم فيها، يعني النادي الاهلي قلنا انه يعني بيتحارب بشكل معين، في شوشره حواليه على مجلس الاداره على اللاعبين. يمكن الفتره الاخيره اتكلمنا على كهربا، اتكلمنا على جزئين في موضوع كهربا. الجزء الاولاني ان فعلا النادي الاهلي كان في عقاب، كان في تفاهم واضح جدا من اللعيب، لكن اللي بيصير بقى المشاكل، وده اللي اتكلمت عليه وده اللي قلته يمكن من اول ما طلعت على مشكله كهربا، خلي بالكم يا جماعه المشكله مش هتقف عند الحد، لا هتلاقي في ناس بتتكلم، وهتلاقي في فيديوهات بتطلع، وهتلاقي يعني ده المتوقع وده اللي حصل فعلا. وزي ما بقول يعني خلاص لعيبه النادي الاهلي حفظوا القصه، مجلس اداره النادي الاهلي حفظ القصه، جماهير النادي الاهلي اللي فاهمه وواعيه للكلام ده حفظت القصه خلاص. فعايز اقول لك ان كهربا يعني اخطا، دفع العقوبه، اعتذر، وكمان كهربا زي ما بقول لك اللعيبه فاهمه، واللعيبه اللي بتيجي معانا هنا سهام كمان بيكلمونا، احنا عارفين القصه ماشيه ازاي، وعارفين قد ايه الحرب النفسيه على مش على مجلس الاداره، لا كمان على اللاعبين، بدايه بقى من صالح جمعه مرورا بكهربا. وخد بالك كهربا ليه وضع خاص، كهربا اتنقل بشكل مميز جدا للنادي الاهلي بعد تحديات كتيره جدا، وهو نجم جماهيري كمان، ونجم جماهيري. التحدي كان كبير جدا ان كهربا يكون موجود في النادي الاهلي، وانت عارفه الكلام ده بين قوسين. فانا زي ما قلت معاكي من اول ما قلت على موضوع كهربا، لا نخلي بالنا ان الامور مش هتقف على كده، لكن كهربا مركز في تدريبه، اللعيبه مركزه في تدريبها، وده دايما اللي بنتكلم فيه. ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري هتتحسم قريب جدا ان شاء الله بكره، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بكره ان شاء الله خطوه على الطريق، وكمان الاستعداد للبطوله الافريقيه، وده الاهم يعني بعيدا عن الشوشره والدوشه اللي احنا متوقعينها، واللي الناس اللي شايفانا عارفه الغرض منها ايه، وان اللعيبه عارفه الغرض منها ايه. وزي ما بقول تاني وتالت ورابع قافلين على نفسنا، بنبص قدامنا بطولة مهمة جدا، بطولة الدوري، بطولة أهم هي بطولة أفريقيا، وده هو النادي الأهلي.